أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحصة الخاصة تماشيا مع معرض المنتوج الجزائري لهذه السنة، والذي يأتي تحت شعار نحو تحقيق اقتصاد قوي ومتفتح. تحقيق هذا الاقتصاد القوي والمتفتح لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال سند قانوني وإطار أو بيئة استثمارية جيدة، سواء للمستثمر الجزائري أو حتى بالنسبة للمستثمر الأجنبي، ويأتي أيضا من خلال خلق تكامل اقتصادي بين مختلف المؤسسات بما فيها المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. هذا ما سنناقشه اليوم مع ضيوفي لنهار اليوم هنا في البلاطو. أسعد باستضافة كل من السيد العميد غاني بدوي، مدير عام مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية وممثل لوزارة الدفاع الوطني. سيدي مرحبا. أهلا وسهلا. شكرا لكم. يحضر معنا أيضا السيد بشير كشرود، المدير العام لليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة. مرحبا بكم سيدي. شكرا. ويحضر معنا أيضا السيد زهير مساوي، مدير فرعي بوزارة التجارة. مرحبا بكم سيدي. شكرا لكم. دعوا معكم سيد زهير مساوي هذا المعرض في طبعته 30. لو نطرح سؤال عام زهير، ما الذي يميز هذه الطبعة إذا ما قارناها بالأعوام الماضية؟ أولا شكرا على المبادرة. أرغب أنه نشكر سلطة الإعلام على الاهتمام بهذا المعرض، لأنه مرافقة وتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة من طرف السلطات العليا للبلاد لا يحدث إلا بمرافقة الإعلام وإيصال المعلومة الحقيقية والصحيحة اللي موجودة في الميدان إلى كل من المواطنين وإلى كل من المتعاملين الاقتصاديين وحتى لتسويق صورة الجزائر في الخارج. بخصوص هذا المعرض عنده أهمية كبيرة جدا. تدشينه كان من طرف السيد رئيس الجمهورية بحضور عدة سفراء أجانب في الجزائر. كذلك تم تسجيل مشاركة أزيد من 700 مؤسسة، يعني هناك مجمعات مشاركة بمختلف الشركات التابعة للمجمعات هذه، لهذه كان فيه مشاركة قوية جدا، ارتفاع بحوالي 30% مقارنة بالطبعة السابقة، تخصيص مساحة أكبر من 23 ألف متر مربع إلى 28 ألف متر مربع. من الخصوصيات كذلك لهذه الطبعة التكنولوجيات الحديثة، فتح مجال للابتكار، فتح مجال للمؤسسات الناشئة لتكون عندها دور فعال في تحقيق نسيج اقتصادي متنوع وقوي. جيد، سأعود إليك بعد قليل سيد زهير مساوي. سيد غني بدوي، الصناعة العسكرية في السنوات القليلة الماضية بدأت تفرض نفسها على مستوى النسيج الاقتصادي الوطني. سيد رئيس الجمهورية وفي حديثه هنا في هذا المعرض وفي هذا الجناح، جناح وزارة الدفاع الوطني، قال إن هذه الصناعات هي خيار استراتيجي ورهان اقتصادي. سيد غني بدوي، ما الذي كان يقصده سيد رئيس الجمهورية عندما قال أن هذه الصناعات هي خيار استراتيجي؟ شكرا سيدي. حقيقة في الأونة الأخيرة عرفت الصناعات العسكرية مرافقة كاملة من قيادة الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث يرافق كل المؤسسات ويتابع كل المؤسسات ميدانيا بحضوره ويعطي ويسدي التعليمات والتوجيهات الخاصة بالصناعة. وهذا تماشيا والرؤية الاستشرافية لسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بالصناعتين، كانت مدنية أو عسكرية. هذا من ناحية الصناعة. إذن طبعا وفي هذا المعرض المتواجدين في المعرض في طبعته 30، حيث تم تدشين هذا المعرض من طرف سيادة رئيس الجمهورية القائد القوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، حيث التمس وشاهد برؤيته كل الصناعات العسكرية والمدنية من منتوجات ومن آلات ومن تجهيزات، حيث تم فيها كذلك تشخيص بعض
للمؤسسات التي هي تعتبر استراتيجية البلاد ومنها الصناعات العسكرية. نعم. حيث هذه الصناعات تشرف وتقوي وتعطي قوة إلى جاهزية القتالية للجيش الوطني الشعبي، هو حيث اللي يكون استراتيجية هذا المنتوج، والمنتوج اليوم هو منتوج مدني وعسكري متكامل مع بعض في نفس المؤسسة، حيث المؤسسة كانت عسكرية أم مدنية، فالعسكرية تصنع وتسوق المنتوج العسكري المشخص المتجه إلى الاستعمال العسكري، وكذلك المنتوج المدني الموجه لاستعماله في السوق الجزائرية. إذن هذا الاستراتيجية استراتيجية بعيدة المدى ومتوسطة المدى وكذلك قريبة المدى، مبنية على تقنيات مستجدة، تقنيات عالمية. نعم. مصنوعة بآلات كذلك ذو معايير دولية وبأيادي مكونة في الجزائر حسب المعايير التكوين العالمي، ولهذا ما يعطي إلا منتوج ذو جودة كبيرة وذو استعمال واسع. شكرا. سنتحدث بالتفصيل عن هذه التجربة سيد غني. نعم. بدوي. سيد بشير كشرود، لما نتحدث أو لما يتحدث المختصون والمحللون الاقتصاديون يقولون إن في الجزائر يوجد نسيج اقتصادي، توجد العديد من المؤسسات والتي إن تكاملت ستخلق الفارق. اليوم ما الذي ينقصنا حتى نخلق هذا التكامل ما بين هذه المؤسسات سيد بشير قشرون؟ شكرا مرة ثانية على الاستضافة. سؤالك أجده ينطلق من النقائص. قبل الحديث عن النقائص، نعم، أنا أفضل الحديث عن الموجود. اليوم حقيقة يوجد نسيج صناعي. نعم. حقيقة أن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية متوفرة، متواجدة في السوق، ولديها حصة في هذا السوق. نعم. الآن ما الذي يمكن فعله أكثر؟ الأساس هو القيام بالاستثمار. تطور المؤسسة مرتبط بالاستثمار. نعم. تطور المؤسسة مرتبط بالبحث عن التحكم أكثر في النشاط، التحكم أكثر في مختلف مراحل إنجاز عملية الصناعة أو مختلف عملية الإنتاج. ضرورة وجود عناصر تميز المؤسسة هي المورد البشري. الأساس هو المورد البشري. اليوم الجزائر الحمد لله تكون، سواء على مستوى الجامعات، تكون على مستوى المعاهد، تكون على مستوى المؤسسات. لا ننسى أن كل مؤسسة مجبرة على تخصيص جزء معتبر من موارد المؤسسة للتكوين الدائم والمستمر. إذن لدينا اليوم لدينا خبرة، لدينا تجربة، لأنه الصناعة هي ترتبط بفترة طويلة. نعم. ويمكن الحديث عن النهوض بصناعة في أجل قصير. إذن الشيء الأول أن لدينا تجربة، ثانيا لدينا خبرة مراكمة، إلا أن النقص الذي يمكن أن نسجله هو قلة التعاون ما بين مختلف المؤسسات، يعني التواصل بينها، التعاون. نعم. والتعاون يأتي بضعف التواصل. ضعف التواصل يجعل أن المؤسسة تبحث عن، لأن المؤسسة تبحث عن الإنجاز في الأجل القصير بأقل تكلفة، وبالتالي الذي يقدم لها المنتوج في أجل قصير وبأقل تكلفة يقدم له المادة الأولية أو المساهمة أو حتى المنتوجات نصف مصنعة، فإنه يتعامل معه أكبر. لهذا نقول بأن على المؤسسة اليوم الجزائرية، سواء كانت عسكرية عمومية أو خاصة، أنها تبحث أولاً هل المنتوج الذي أو المناولة التي تريدها أو المادة الأولية أو المادة النصف مصنعة التي تدخلها في سيارة الإنتاج. نعم. يجب أن تتأكد أنها موجودة. في حال نقصها، في حال نقصها تبحث عن إمكانية تصنيعها قبل البحث عن استيرادها. وهذه هي الرؤية الاستشرافية التي جاء بها السيد رئيس الجمهورية أيضا. نعم. حتى وزارة الصناعة تدخل في هذه السياسة الجديدة التي تجعل من المناولة قاعدة أساسية في تطوير المؤسسات. جيد، سأعود إليك بعد قليل للحديث عن ما تحدثنا عليه منذ قليل عن الاستعلام الاقتصادي سيد بشير كشرود، سنتحدث عنه بعد قليل. سيد زهير مساوي، اليوم معرض مثل هذا، معرض المنتوج الجزائري، شيء جميل أن ينتهي
أو أن تكون خاتمته بإجراء عقود ما بين شركات وطنية فيما بينها أو حتى ما بين شركات وطنية وشركات أجنبية. أنتم في وزارة التجارة هل قمتم ربما بتقليص الجسور ما بين المنتوج وما بين هذه الشركات؟ كنا تحدثنا منذ قليل أنه حتى ممثليات تجارية لقنصليات موجودة هنا في الجزائر كانت زارت هذا المعرض. سيد زهير بوساوي، أصلاً لخلق التكامل وخلق الاندماج بين المؤسسات على المستوى الوطني قبل التحدث على المستوى الدولي، هذا النوع من المعارض هو سانحة لجمع كل مختلف شعب الإنتاج الوطني. يعني الإنسان مؤسسة تحتاج مادة أولية ممكن منتجة في الجزائر، بعض المؤسسات تحوز على شهادات لمعايير عالمية، يعني تسوق وتصدر لدول متقدمة معروفة بمعايير جد عالية، هي فرصة لخلق روابط اتصال بين المؤسسات الجزائرية قبل كل شيء، يعني بيناتها، وهي كذلك فرصة لتعرف المواطن الجزائري على ما يملكه من منتوج وطني، خاصة بعد التطور اللي شاهدناه. ممكن يشاهد المواطن أو الزائر لهذا المعرض التطور الملحوظ في التغليف، في جودة المنتوج وغيرها. فيما يتعلق بالمستوى الدولي كذلك، تم دعوة أمس، كان فيه دعوة موجهة لمختلف الملحقين التجاريين والمسؤولين على الأقسام الاقتصادية على مستوى السفارات الأجنبية بالجزائر تحت إشراف سيد الوزير تجارة وترقية الصادرات، وقاموا بزيارة المعرض، وتم إطلاعهم كذلك على برنامج بعض الورشات وبعض المنتديات اللي تقام على هامش هذا المعرض، أهمها ممكن قانون الاستثمار، المنصات اللي تقدمها سواء الوزارة أو مختلف الهيئات كمنصات رقمية لتسهيل الوصول للمعلومة. على فكرة كاين فيه منصة للمنتوج الوطني أطلقتها وزارة التجارة، يعني الولوج إليها مجاني، تكتب فقط فيها كل تفاصيل، فيها تفاصيل حول المنتوج، فيها تفاصيل حول المؤسسة. هذه تعتبر كإشهار مجاني سواء بين المؤسسات الجزائرية أو حتى بين المؤسسات الجزائرية وشركاء الأجانب، لأنه فيه مجهودات، فيه إطار قانونية قيد الدراسة وقيد المراجعة، فيه قوانين تم إصدارها مؤخرا. كل هذه الحقائق وكل هذه المعلومات ينبغي تثمينها ونشرها على أوسع نطاق على المستوى الوطني وعلى حتى على المستوى الدولي. جيد. سيد غني بدوي، ونحن نتحدث عن الشراكة اليوم، الصناعات العسكرية كيف استفادت أو كيف طورت هذه الشراكة وكيف استفادت من النسيج الصناعي الذي كان موجود من قبل؟ سيد غني بدوي، شكرا. الصناعة في الجزائر عرفت عدة مراحل، أو مرت بعدة مراحل. منذ السبعينات كان يسمى بالمنتوج في اليد، ثم في أواخر السبعينات مرينا بالمفتاح في اليد، ثم في الثمانينات بداية الثمانينات عرفنا باستيراد أو شراء المعرفة الفنية وتنفيذها على أرض الواقع في الجزائر، ثم هذا الجدول الجديد، هذا المعيار الجديد هي الشراكة التي طبقته بعض من الدول التي عرفت قفزة نوعية كبيرة في الصناعة وفي الاقتصاد، هي الشراكة. ومعنى الشراكة، إذن الشراكة هو البحث على شريك ذو خبرة عالية يملك من المهارة الفنية ويملك من المنتوج الفني المعروف عالميا، ويكسب هذه المقاليد الصناعية لديه. ثم بعد اختيار هذه الصناعة، بعد هذه الصناعة وكيفيتها، نقوم إلى شراء أو اقتناء الماكينات اللي تعرف هذا تمشي تماشيا مع الفكرة وتمشي مع التكنولوجيا في حد ذاتها. والشيء الأكبر وهو المحور الكبير وهو الفرد الجزائري الخارج من الجامعات ومن المؤسسات التكوينية، معاهد ومراكز تكوينية. فالنقطة أو القوة في هذا المحور هو تكوين الفرد الجزائري تكوينا قاعديا وتكوينا تكميليا وتكوينا خاص بالمنتوج، في حتى في ثقافة المؤسسة وأخلاقيات المؤسسة وفي التعامل مع المنتوج وتعامل الماكينة. إذا قمنا بتصريف ثلاث المحاور هذه راح يعطينا منتوج، يخرج منتوج ذو
قيمة عالية من ناحية النوعية ومن ناحية المطابقة العالمية، وحتى يعرف مكانته في السوق الجزائرية حتى ولو في السوق الخارجية للتصدير. نعم. إذن الشراكة مبنية على طرف جزائري وطرف مالك للمعرفة الفكرية، ويتشارك في تصنيع أو تكوين مؤسسات بالجزائر حسب القانون المالي 89 41% 51% على الأكبر. فهذه الشراكة تعطي تتكون منها أولا شركة، الشركة هذه تسيرها مجلس إدارة وتسيرها جمعية عامة بكل شفافية وبكل وضوح متماشيا مع القوانين الجزائرية، وهي تكون شركة ذات قانون جزائري. نعم. تطبق كل القوانين الجزائرية اللي تعطي المنتوج نتاعها حسب المعايير المعبول بها دوليا. فالمنتوج اللي يخرج من الشركات هذه الشركات المختلطة هو نفس المنتوج اللي يخرج في الدول المتقدمة أو هذا الشريك التكنولوجي. نعم. واستفدتم من النسيج الصناعي اللي كان موجود من قبل سيد بداوي؟ طبعا الاستفادة في الصناعة العسكرية استفادت كثيرا من المؤسسات التي غلقت في الماضي أو ذاهبة إلى الغلق أو التي كانت تؤول إلى الغلق. فالشركات أعطيناها إعادة الحياة من جديد، وأعطيناها تهيئة من جديد، وطورناها بحيث تقبل هذه التكنولوجيا وهذا المنتوج اللي مطلوب في السوق ومطلوب سواء عسكريا أو مدنيا أيضا. فالاستفادة طبعا كل المؤسسات الآن راهي تنتج واللي كانت في من زمان مغلوقة. في النقطة الثانية في هذا الاستفادة هو كل ما كانت مؤسسة كانت هناك وسائل مادية موجودة يعني انفراستركتور أو وسائل بشرية موجودة حول هذه المصانع. فالاستفادة الأكبر هو عاود كلمنا من جديد العمال اللي كانوا يخدموا اللي كما زالوا على قيد يعني لا 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 ما خرجوش روترات، ما خرجوش يعني التقاعد، ما خرجوش التقاعد. فقمنا بتكوين، والآن راهم ينتجوا في المنتوج هذا بكل ارتياحية وبكل نوعية، اللي الآن السوق الجزائري راضي بهذا المنتوج. نعم. وحتى السوق يعني حتى تتماشيا والمعايير الدولية في الخارج. جيد. يعني العملية كان عندها بعد اقتصادي وبعد اجتماعي أيضا. سيد غني بداوي، سيد بشير كشور، لما نتحدث عن الصناعة يذهب يعني تفكيرنا مباشرة إلى صناعة منتوج، لكن اليوم نبحث عن صناعة نظم معلومات. سيد بشير كشود، هل عندنا في الجزائر وصلنا إلى هذا التفكير؟ سيد شكرا، سؤالك وجيه جدا. أي قرار يتخذ يجب أن يبنى على وجود معلومة تقدم إيجابيات وسلبيات أي قرار يجب القرار الذي سوف نتخذه. نعم. المؤسسة اليوم إذا لم تكن تتحكم في محيطها الاقتصادي سواء وطني أو دولي فيما يخص الإبداع الجديد أو التكنولوجيات الجديدة أو حتى المنتوجات التي تأتي لتغير في مكان منتوجات أخرى. صحيح. البرودوي دو سبستيتيوشن. نعم. إذا كانت المؤسسة ليست لديها نظام معلومات يجعلها تتابع ما الذي يحدث في السوق سواء على مستوى منافسيها أو على مستوى حتى المؤسسات المماثلة لها أو حتى الشراكات الواجب القيام بها، يعتبر نقص كبير جدا. الآن نظم المعلومات أساسي في بناء المؤسسة، المجتمع. نعم. والاقتصاد إذا رحنا إلى خصوصية هذا الاقتصاد، ما الذي تم القيام به على مستوى وزارة الصناعة؟ احنا نسجلوا نفسنا في إطار المنظومة الحكومية. أول. نعم. المنظومة الحكومية تم إعادة تفعيل كل المؤسسات التي كانت غير ناشطة، مثلاً التي كانت لها في فترة معينة ركود معين، تم تفعيلها من أجل بناء وحدات إعلامية، معطيات اقتصادية، وأساسها هي الرقمنة ما بين مختلف هذه المصالح. الآن اليوم الرقمنة
أداة لتفعيل وتقوية نظام المعلومات الموجود على مستوى هذه المؤسسات. أنا لما نتحدث على مستويين، المستوى الأول هو المستوى المؤسسة. نعم. على مستوى المؤسسة نظم المعلومات تكون وتجدد وترتب حسب احتياجاتها لكي البقاء على مستوى السوق، لكن الأكبر والعامل الأكبر والذي تقوم به الدولة كاستثمار كبير هو نظام المعلومات الاقتصادي الكلي، وهذا سواء على مستوى الإحصائيات ما تنتجه لونس المخصصة المتكلفة بالديوان الوطني للإحصائيات، أو المنتج المعلوماتي على مستوى القطاعات. كل قطاع اليوم عنده نظام معلومات يعمل على إنتاج نظام المعلومات نتاعه ويوفر المعلومة اللي ممكن تستفيد بها المؤسسة من جهة ومتخذ القرار على المستوى المركزي. جيد، شيء مهم سيد بشير كشوت. سيد زهير موساوي، اليوم لم نصبح نتحدث عن الإنتاج وفقط، وإنما يعني انتقلنا، صارت هناك طفرة في التفكير الاقتصادي في الجزائر، والحديث عن خلق تنافسية لهذا المنتوج. اليوم في وزارة التجارة وترقية الصادرات، ما هي يعني الاستراتيجية من أجل أن يكون لدينا منتوج جزائري ويمكن أن ننافس به يا سي زهير موساوي؟ شق مهم جدا فيما يتعلق بالمنتوج الجزائري. نعم. لأنه أكيد على المستوى الوطني عنده مكانته، يعني عنده مكانته على المستوى الوطني، عنده إجراءات حمائية للمنتوج الوطني أولا معمول بها على المستوى الدولي لتثمين هذاك المنتوج والسعي لحمايته، خاصة المنتوج اللي مؤسسات يعني ذات أنشطة جديدة، يعني نعم. تحتاج حماية، تحتاج دعم، تحتاج مرافقة. لكن المنافسة قوية جدا على المستوى الدولي، قوية جدا. كاين التحدي الآن هو الحصول على منتوج ذو جودة عالية بأقل تكلفة. عندنا عدة عوامل من شأنها تخلي المنتوج الجزائري ذو تنافسية عالية. العامل البشري كان، نعم. تفضل سيد العميد تكلم على العامل البشري والتكوين وغيره. نعم. العامل الطاقة، لأنه تكلفة الطاقة في الجزائر منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. عامل المساحة، ما عندناش مشكل في المساحة. نعم. يعني كل مساحة الجزائر قابلة للاستغلال. شفنا حتى مشاريع في مجال الزراعة متجددة الفلاحية في الجنوب وأقصى الجنوب ناجحة، وتعتبر من أكثر المواد يعني من حيث النوعية، من حيث، نعم. الجودة، بشهادة أجانب يعني سفراء أو غيرهم. لذلك الآن التحدي هو نقل المعايير التي تعتمد على المستوى الدولي إلى المؤسسات الجزائرية. في الكثير من الآليات لتحقيق هذا الأمر، عندنا الهيئات تحت الوصاية على مثلا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. نعم. المهام تاعها أنها تجمع المعلومات، تحللها وتنشرها على أوسع نطاق. نعم. تكون ملتقيات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. هذه الملتقيات جد مهمة، لأنه بها تسمح للإطلاع على كل المستجدات على المستوى الدولي، وحتى المؤسسات اللي عندها تطلع للتصدير، يعني تخليهم على اطلاع بشروط الولوج للأسواق الأجنبية. جيد. سيد غني بدوي كان يتحدث منذ قليل، ضيفين كانوا يتحدثوا على قضية البحث والتطوير. أنتم دائما تفضلون قلب المعادلة وتقولون نتحدث عن التطوير والبحث. سيد غني بدوي، لماذا؟ هل يمكن أن تشرح لنا هذه المقاربة؟ شكرا سيدي. طبعا لمؤسستنا، مؤسسة العسكرية الخاصة بالصناعة، لكل مؤسسة وحدة للتطوير والبحث. نعم. والتطوير والبحث هذه المعادلة المقلوبة، لأن البحث والتطوير يكون حسب رأيي في الجامعات، لأن يبحث هو البحث ثم يطور الفكرة ويبلورها على أرض الواقع في الصناعة. نعم. إما كمصنعين وكمؤسسات صناعية لدينا منتوج، لدينا كيفية للصناعة، فلابد من المهارة، تعين المهارة في كيفية التصنيع، ثم معرفة المنتوج معرفة جيدة، ثم نقوم بتطويره. فبقضية التطوير، نعم. نقوم بالبحث عن الحلول وكيف نطور. البحث خاصة في
إذا كانت تجهيز من التجهيزات أو إذا كانت فكرة من الأفكار أو إذا كانت adaptation يعني وضع يعني منتوجين مع بعض، فهذا هو يعني نطور ثم نبحث عن الحلول التي توصلنا إلى المنتوج المطلوب حسب متطلبات الزبون. جيد سيد غني بدوي، ربما هناك سؤال مطروح اليوم عند عامة الجزائريين وهو ما الذي تنتجه المؤسسة العسكرية اليوم سيد غني بدوي؟ المؤسسة العسكرية هي موجودة اليوم يعني لو حسبناها في هذا المعرض في طبعته 30 18 المؤسسة للآن معروضة لتعرض المنتوج تاعها إلى وتقربوا إلى المواطن للمستهلك كان مدنيين أو عسكريين. فالمنتوج اليوم راه موجود ومن كيفيات الإنتاج موجودة في المحاور الصغيرة هذه الموجودة الآن. فالمنتوجات العسكرية منها ما هي عسكرية 100% كبعض كالأسلحة لأن السلاح هو عسكري، ككل ما هو ذخيرة فهو عسكري، ولكن هذه الشركتين المؤسستين طورت بجهودها التكنولوجية وبالمعرفية طورت نماذج مدنية أخرى للآن معروضة في هذا المعرض في حسب المعايير المطلوبة قانون المطلوبة يعني هي موجودة في السوق العالمية أو في السوق الجزائرية. إذن منها السلاح، منها الذخيرة، منها كل ما هو متفجرات، منها كل ما هو أقمشة ولباس للعسكري. للعلم فإن العسكري اليوم العسكري يلبس 100% جزائري من الخيط إلى النسيج إلى التفصيل إلى كل شيء من القبعة إلى الحذاء بنسب إدماج متطورة متفاوتة الرقم الأرقام من حوالي من 25 حتى 30% نوصل حتى في بعض إلى 80-90% في بعض المواد. وكذلك هي الصناعة الميكانيكية للسيارات، السيارات العسكرية والمدنية منها، وكذلك كل الصناعات الإلكترونية والإلكترونية اللي الآن موجودة في حدودنا، موجودة اليوم في المدن نتاعنا. اليوم رانا متواجدين في المعرض هذا وهو كل مغطي بهذا المنتوج الصناعي الجزائري، وكذلك كل ما هو طيران، وكل كذلك رحنا خلفنا اليوم راهو توجد الصناعة البحرية لسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أعطى تعليمات وأسدى تعليمات لتكوين أكثر بعض من الموانئ لإصلاح السفن من شرقها إلى غربها. نعرف قلنا الساحل تاعنا كبير الله يبارك في البحر المتوسط، فهذه الأماكن في التصليح راح تجيب لنا يعني قيمة مضافة أكثر للبلاد. إذن فالمحاور كلها مغطاة في الصناعة العسكرية، ونقول مرة أخرى الصناعة صناعة واحدة ولكن المنتوج العسكري أو المنتوج المدني، والمؤسسات العسكرية جاهزة لإنتاج كذلك المنتوج الموجه إلى السوق المدني مرافقة وتكميلا إلى الصناعة المدنية تحت وصاية وزارة الصناعة. جيد، تفصيل مهم جدا سيد غني بدوي. سيد بشير كشرود، في ماض قريب كان المستثمر سواء الجزائري أو الأجنبي يشتكي من وجود بعض الفراغات القانونية. اليوم في قانون استثمار ثمنه الجميع بين قوسين إن لم أخطئ، ثمنه الجميع وما جاء في هذا القانون، لكن اليوم كيف يمكن أن نبرز هذا القانون للمتعاملين الأجانب؟ شفت أن الجزائر شاركت في القمة العربية الصينية، في القمة الإفريقية الأمريكية، سيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن كان تحدث عن قانون الاستثمار، هل من خلال مناسبات مثل هذه نبرز ونعرض ونستعرض إن صح التعبير سيد بشير كشرود ما جاء في هذا القانون؟ قانون الاستثمار في الحقيقة يعبر عن طفرة نوعية، باعتبار أنه انطلق من نقائص القوانين السابقة وجاء ليكملها بعد استشارات كبيرة مع المتعاملين، بعد استشارات كبيرة مع المتخصصين، وأيضا مع كل الأطراف التي
فكرت في البداية والشركاء الذين تعاملوا مع وزارة الصناعة. قانون الاستثمار انطلق من فكرة كيف يمكن أن نجعل الجزائري المستثمر راض عن مناخ الاستثمار. المرحلة الثانية هي كيف يمكن أن يستعلم المستثمر الأجنبي أن المستثمر الجزائري راض وأن فرص العمل موجودة ويمكن له أن يستفيد من مزايا النشاط في الجزائر. نعم. في الحقيقة لما نطرح السؤال على ما هو الأنسب، هل المستثمر الوطني أو المستثمر الأجنبي، في الحقيقة الجزائر تحتاج إلى الاثنين. صحيح. نعم. الاثنين متكاملين، لكن لما نتحدث عن الأجنبي هو خاصة فيما يخص بالاستثمارات ليزيديو ليزانفستيسمون ديريكت اترونجي، هذا النوع من الاستثمارات تعتبر حتى ولو كان العدد تاعها قليل إلا أن حجم الاستثمار كبير وأنها تكون صناعات أو استثمارات مهيكلة، بمعنى أنها تستفيد منها العديد من القطاعات الأخرى، وهذا ما نبحث عنه وهو التكامل. الآن ما الذي يريده المستثمر الأجنبي؟ أولا يريد أن يقول كيف أدخل إلى هذا السوق؟ هل من السهل أنني أنشئ الشركة وأن أجد الظروف المناسبة للدخول للنشاط؟ الآن هو خياره لمجال النشاط، المجال الاستراتيجي لاختياراته عرفه هو، لأنه ينطلق من مجموعة من المعطيات من استعلام اقتصادي لديه. الشيء الثاني الذي يهمه وهو معرفة هل يمكنني أن أستفيد من مزايا وما هي المدة التي تبقى هذه المزايا متوفرة لدي. ثالثاً الاستقرار. الاستقرار. نعم. ثالثاً كيف يمكنني أن أخرج أو كيف يمكنني إذا أردت أن أنتهي من هذا النشاط، هل الظروف مناسبة أم لا، وهل يمكنني تحويل أموالي إلى الخارج بعد ما أنه أحقق الثروة. صحيح. على مستوى هذا البلد. نعم. كل هذه الشروط متواجدة في قانون الاستثمار الجديد، بمعنى أننا اليوم يمكن الحديث عن جواز سفر واضح يقدم لأي مستثمر ويقول تفضل الجزائر مفتوحة للاستثمار لتكوين الثروة في الجزائر واقتسامها إذا كان النشاط مربح لديك. وسوق الجزائر سوق واعد. نعم. سوق واعد من حيث القدرة على الشراء، قدرة طلب فعال، طلب فعال معناها لدي قدرة شرائية سواء على المستوى الحكومي في على مستوى المشاريع. اليوم سنة 2023 أكبر ميزانية عرفتها الجزائر سوف تكون ميزانية 2023، معناها أنه لما تكون ميزانية الدولة بأكبر ما يمكن معناها أن السوق سوف يكون مرتفع والطلب مرتفع والقدرة الشرائية لدى الإدارات لدى المؤسسات لدى الأفراد متواجدة. نعم. إذن الظروف مناسبة لترقية الاستثمارات. الآن قانون الاستثمار جاء بتحفيزات. نعم. من العادة أن نقدم تحفيزات عامة. الآن تحفيزات موجهة، إذا كنا بالنسبة لقطاعات معينة حددها القانون قطاعات يمكن أن إذا كان المستثمر دخل في هذه القطاعات فسوف يستفيد من امتيازات. إذا هناك نظام بالنسبة للمناطق، إذا استثمر المستثمر في منطقة معينة محددة بالنسبة للدولة يمكن له أن يستفيد من الامتيازات. الآن إذا جاء باستثمار هيكلي مهيكل الاقتصاد كما ذكرته مقبل فلديه هذه الامتيازات، معناها أنه الشروط متوفرة. جيد. ما علينا إلا أن نوفر مناخ الأعمال المناسب وسوف بإذن الله تكون النتائج إيجابية. لا ننتظر النتائج الإيجابية في الأجل القصير جدا، لكن أقول الأجل القصير يمكن من بين سنة إلى سنتين، الأجل المتوسط سوف تظهر آثار هذا الاستثمار. جيد. على مستوى جيد. سأعود لك سيد بشير كشروت. سيد زهيرة موسوي، لما نتحدث على المنتوج الجزائري فيه معارض هنا في الوطن، لكن المنتوج الجزائري يجب أن نعرف به أيضا في معارض خارج الوطن، وفي احتكاك كما كنا نتحدث منذ قليل مع الملاحق التجارية مع رجال الأعمال. اليوم ما دام أن المنتوج الجزائري أصبح يخرج إلى خارج الوطن من أجل عرضه، اليوم الأجانب المستثمر الأجنبي ما الذي يبحث في منتوجنا الجزائري سيد زهير موسى؟
سؤال وجيه يعطي يعني يعطي شق التعاون الثنائي بين الجزائر وشركائها الأجانب من مختلف القارات خاصة الإفريقية لما فيها من أهمية لما فيها من إمكانيات متاحة لترقية المبادلات مع القارة الإفريقية سواء مواد أولية سواء مواد نصف مصنعة أو مصنعة. أحد أهم الآليات لتسويق المنتوج هي المعارض. نعم. سواء تلك المقامة على المستوى الوطني هذه معرض منتج وطني لكن كان في جوان معرض دولي للجزائر صحيح كان نعم. فيه معرض دولي للجزائر وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف نعم كان فيه برنامج ثري حول في هذا المعرض. أحد أهم الآليات لأنه لماذا؟ لأنه ما يقعدش حبر على ورق فقط راح يكون يعني يكون محاكاة مع الإمكانيات الاقتصادية يعني عن جد يعني في أرض الواقع. كي تجيب مثلا سفير أو ملحق تجاري أو أي ممثل دبلوماسي أجنبي في الجزائر راح يشوف بأم عينه المنتوج الوطني. نعم. الأجانب فيما يتعلق بالاستثمار أو حتى المنتوج الوطني متخوفين نوعا ما لأنه غابت الجزائر مدة طويلة عن السوق الدولية. نحن في المراحل الأولى نسعى لتطوير هذا الشعب ونسعى لترقية الصادرات خارج المحروقات. كاين عدة وسائل كاين عدة مبادرات تقوم بها قطاع التجارة نعم. وزارة التجارة وترقية الصادرات كاين فيه نلتقيه يعني بنظرائنا الأجانب في عدة مناسبات على غرار لقاءات بين رجال الأعمال يتم تنظيم منتديات كان فيه زيارة رئيس الجمهورية لتركيا نعم. رافقوا أكثر من 200 مؤسسة 200 رجل من رجال الأعمال لتركيا لبحث فرص الشراكة لجذب الاستثمارات خاصة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني صحيح لأنه الهدف يعني القاعدة رابح 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 نعم. لأنه ما هو الشعار فقط السيد رئيس الجمهورية كان أكد عليها قيمة مضافة بالنسبة لمناصب الشغل بالنسبة للاندماج نسبة الاندماج وبالنسبة للإضافة اللي تكون على الاقتصاد الوطني ككل. وبالتالي يسعى قطاعنا الوزاري بالعمل مع مختلف القطاعات لأنه ما هوش قطاعنا فقط اللي مكلف بالأمور هذو كل في مجال اختصاصه لتقريب الرؤى في منصة واحدة لجمع مختلف المتدخلين في كذلك في منصة واحدة. نعم. هناك الكثير من تظاهرات ذكر مثلا على سبيل المثال الخميس الفارط كان شارك السيد الوزير في معرض داكار السينيغال نعم هذه ثانية رفقته عدة مؤسسات جزائرية جيد. كان فيه تسويق للمنتوج الآن التحدي أكيد هو تحسين جودة المنتوج لكن أهم تحدي هو وفرة المنتوج لأنه الكليون تاعك يعني الزبون الأجنبي يحوس على جودة المنتوج وأنك توفر له المنتوج صحيح. على طول السنة ما يكونش انقطاع. هذا تحدي راح تعمل عليه المؤسسات. جيد تحدث عن نقطة مهمة جدا احنا نرجع لك سي زهير موساوي. سيد غني بدوي اليوم الصناعة العسكرية أكيد تنتج منتوج فيزيائي لكن تساهم أيضا في الاقتصاد الوطني بأي طريقة سيد غني بدوي يساهم أو تساهم المؤسسة العسكرية في الاقتصاد الوطني؟ المؤسسة العسكرية الصناعية منها تساهم يعني في التطوير الاقتصاد الوطني مساهمة مباشرة وغير مباشرة نعم فالمنتوج هو منتوج ينتج في الجزائر في المؤسسات الصناعية عوض أن يعني نأتي به ونسترده من الخارج نعم فهنا بالعملة عوض بالدينار عوض بالعملة صعبة هذه المباشرة ثم لغير المباشرة نعم. طبعا هي مؤسسات كانت يعني غير ناشطة كانت مغلوقة أصبحت ناشطة من جديد نعم. فأصبحت تنتج يعني حسب المعايير وكذلك الاقتصاد يعني المعرفي الموجود اللي جابته هذه المؤسسات نعم. لأن المعرفة واستيراد هذه المعرفة وموجودة الآن على أرض الواقع في الجزائر عوض به تشترى من الخارج فهو مطورة في على هذه المؤسسات نعم. ثم كذلك تساهم مساهمة فعالة في كذلك في كل ما هو اجتماعي نعم. مؤسسات تعرف الآن حوالي
30 ألف عامل بكل المؤسسات الصناعية. مع أنه بالنسبة للرأي العام يظن أن العاملين في الصناعة العسكرية هم من عسكريين سيد. لا هذا اللي طبعا هو الآن احنا عرفناهم اليوم في هذا المعرض كذلك فيه عمال يعني مدنيين اقتصاديين حسب المرسوم الرئاسي. للآن العمال اللي يعملوا في الصناعة أو المؤسسات الصناعية يعني 90% لما قلتش أكثر أو حتى 95% كلهم مدنيين اقتصاديين حسب المرسوم الرئاسي ل 1845. نعم. إذن هذه ولكن هذا العنصر الفعال تكون بالمعاهد تكون تكوين يعني يخرج مهندس ونزيد له تكوين قاعدي وتكوين تكميلي. ولهذا المنتوج الآن أصبح بهذه القيمة وهذه الوفرة النوعية التي عرفها هذا المنتوج. إذن كذلك بعض من الأمور التي غير مباشرة اللي ساهمت في الاقتصاد لأن كل ما هو يعني من الرسوم من الرسوم الآن الموجودة في عبر المؤسسات العسكرية فهي كذلك تشارك في كذلك منها البنوك للقروض البنكية باختلاف الانتيري باختلاف الفائدة نعم الفائدة الفوائد الفائدة هذه كذلك تشارك فيها هذه المؤسسة. وكل هذا هو مكل مباشر وغير مباشر فالاقتصاد ككل يعني كصناعة عسكرية وكذلك المنتوج المدني ليعوض كذلك الاستيراد من برا من الخارج واليوم راه موجود بوفرة في السوق الجزائرية. جيد سيد بشير كشرود اليوم أنتم في وزارة الصناعة كيف ترون هذا التكامل؟ أشعر وكأنه هناك تكامل بيني بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية. سيد بشير كشرود الصناعيين لا يمكنهم إلا أن يتكاملون إلا أنهم يتفقون. نعم. الشيء الإيجابي هو أنك هناك رؤية استراتيجية وطنية. نعم. لذكرها السيد رئيس الجمهورية أنه خيار استراتيجي. صحيح. الآن هناك تكامل. المؤسسة العسكرية لديها من الإيجابيات ما يمكن للمؤسسة الاقتصادية عمومية أو خاصة أنها تستفيد منها. نعم. الآن العنصر الذي يربط ما بينها هو السوق. المؤسسة العسكرية تنتج و تقدم منتوج بنوعية مرتفعة جدا. نعم. المؤسسة الاقتصادية إذا أرادت أن تتعامل مع المؤسسة العسكرية في إطار المناولة فيجب لها أن ترفع من مستوى المنتوج من مستوى النوعية من حيث الكمية من حيث أجل التسليم إلى آخره حتى تكون شريك مناسب. وهذا التكامل لا يمكن إلا أن يكون إيجابي. الآن المؤسسة العسكرية لديها مجال أكثر تواجد فيه من المجالات الأخرى. صحيح. والمؤسسات المختلفة الاقتصادية قلت عمومية أو خاصة فإنها تعمل على الاستفادة من الخبرات وأساساً أنها تعمل من أجل رفع المستوى في كل مرة من حيث النوعية. الآن من أجل تكون فيه مناولة وزيادة نسب الإدماج. إذن منطق الإدماج هو منطق مهم جدا. نعم. مهم جدا اليوم عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي الجزائر تدعمها بالعديد من التسهيلات والإمكانات من أجل أنها تكون أكثر تواجدا. نعم. أكثر التزاما وأكثر احترافية من أجل رفع مستوى هذا التكامل على مستوى الإنتاج الصناعي. جيد سيد زهير مسوي لم يبقى لدينا الكثير من الوقت هناك تفصيل مهم جدا أصبحت تعتمده الاقتصاديات الكبرى في العالم وهي المعارض الافتراضية. سيد زهير مسوي هل يمكننا نتحدث اليوم عن معرض لمنتوج جزائري افتراضي سيد زهير مسوي؟ ابتكار والتكنولوجيا هو شرط من شروط النجاح في تكوين نسيج اقتصادي وبناء اقتصادي قوي. نعم. كله مبني على التكنولوجيا والابتكار. لعله أزمة كوفيد كانت يقول لك رب ضارة نافعة. نافعة. يعني كان فيه مجال لتطوير سبل التواصل عن بعد. أكيد في لقاءات افتراضية في معارض افتراضية. نعم. ولكن تقعد على نظرية نوعا ما ولا تقعد عن بعد.
نعم. يعني حتى ولو كان تسوق له المنتوج عن طريقة افتراضية يقعد يقول لك أنه درت فيه تغيرات من حيث الألوان من حيث عدة. نعم. ولكن الحصول على الشهادة نوه إلى نقطة مهمة جدا، لأنه كاين شق متعلق بحماية الحقوق الملكية الفكرية. نعم. هذا شق مهم جدا. المنتوج في بعض الأحيان يبيع نفسه بنفسه، ولكن حمايته تعطيك حق عليه لمدة أطول. نقطة ثانية هي تثمين يعني وش عندنا من إمكانيات. نعم. في المنتوج الوطني وتسويقها على على يعني على أكبر نطاق، أكبر قدر ممكن من 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 الشركاء. كذلك ضرورة الحصول على الشهادات المطابقة، المطابقة العالمية. نعم. هذه بمثابة تأشيرة للدخول للولوج راح تسهل، حتى ولو يكون افتراضي تكون فيه ثقة، تكون فيه ثقة لأنه عنده مؤسسة معتمدة دوليا منحاته شهادة الجودة والنوعية. جيد. سيد غني بداوي، هل اليوم هناك تحدي في الصناعة العسكرية للدخول إلى أسواق إقليمية ودولية سيدي؟ طبعا الصناعة العسكرية وخاصة المواد المنتوجات اللي خارجة من عبر المؤسسات المختلطة اللي تعرف يعني جودة عالية. نعم. بمعايير عالمية اللي منتوجة الآن بدل الجزائر، لأن السوق الخارجي أو السوق العالمي لازم يكون فيه بعض من مستويات مرتفعة. المستويات خاصة في النوعية. نعم. وكذلك الثمن، يعني السعر هذا المنتوج. فاليوم نتكلم على المؤسسات العسكرية، المؤسسات الإنتاجية راهي تخرج المنتوج بمعايير عالمية وكذلك بأسعار تناسبية تتوافق. نعم. السوق العالمية. فطبعا السوق مفتوحة، بعض من المنتوجات العسكرية ما ذهبت للسوق الخارجية والبعض الآخر ما زالت ما راحتش، لأن المؤسسة العسكرية خصيصا جات وتبنات المؤسسة، تكونت المؤسسات هذه. نعم. لسد كل احتياجات الجيش الوطني الشعبي. نعم. في أولها، ثم نذهب إلى المرحلة الثانية وهو التسويق الخارجي. جيد. سيد غني بداوي، ربما الكل اليوم أصبح يبحث عن أسرار نجاح الصناعة العسكرية. سيد غاني بداوي، ما هي أسرارها؟ والله السر يعني ما فيهاش أسرار، هو كل، لأن المنتوج مبني على ثلاث محاور. نعم. المحور الأول وهو التكنولوجيا المستعملة لهذا المنتوج. المنتوج لازم يكون بمعايير عالمية وبتكنولوجيا عالمية. نعم. النقطة الثانية، لابد من تجهيزات الإنتاج لتوافق هذه التكنولوجيا. إذا كنا في البيكومتر والنانومتر، لازم تكون الأدوات الإنتاج أو التجهيزات توافق هذه التكنولوجيا، وإلا ما يكونش فيها توافق. أما النقطة الثالثة وهو الأصح وهو يعني المحور الأساسي، وهو الفرد. نعم. الفرد الحقيقي اللي راح يقوم بتجسيد التكنولوجيا على أرض الواقع بهذه التجهيزات اللي توافق التكنولوجيا. الفرد وهو الأساس، لأن الفرد اليوم وهو الإطار الجزائري، ونقول لكم من عبر هذه الشاشة. نعم. الإطار الجزائري لازم نمشي معه كذلك بثلاث محاور. نعم. المحور الأول وهي كل ما هي شفافية، المحور الثاني وكل ما هو احترام، والمحور الثالث هو الثقة. نعم. والثلاثة لكل مرة سيادة الفريق الأول. نعم. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يلح عليها في كل مرافقة للمؤسسات أو متواجده في عبر يعني التحاور عن بعد، نسمع الكلمة الثلاثة هذه، وهذا الثلاثة هذم راح يكونوا شخصية في الفرد الجزائري في الإطار الجزائري. نعم. راح يكون ثقة بالمؤسسة تاعو، راح يدير فيها، يخدم بكل شفافية المؤسسة تاعو بكل احترام، فيصبح حب المؤسسة أكبر من حب حوايج أخرى. يعني العامل اللي يجي الصباح يتوكل ربي ويجي الصباح رايح إلى أهله، رايح وين الثقة، رايح. نعم. وين الاحترام، وين راح الشفافية.
فيبقى متمسك بالعمل تاعه، ولما يحب العمل تاعه سر العمل وهو حبه، وحب العمل هو النجاح. مبادئ مهمة جدا سيد غني بداوي. في الأخير سيد بشير كشرود، اليوم هل يمكن أن نقول أن كل الظروف متوفرة ومهيئة لانطلاقة صناعية عندنا في الجزائر سيد بشير كشرود؟ أنا متفائل جدا، متفائل كثيرا، لأن الظروف المناسبة الأساسية موجودة. أولا الـ الإرادة السياسية موجودة، نعم. ثانيا الموارد البشرية موجودة. ثالثا الموارد المالية موجودة بمعنى مفهوم الاستثمار، نعم. رابعا الترسانة القانونية موفرة وموجودة ومتعارف عليها. خامسا والأهم أن السوق موجود والتنافسية ضرورية لكي تحسين المنتوج، معناه أن كل من يبذل الجهد سوف يجد المقابل. جيد سي زهير، بما نفس السؤال، اليوم كل الظروف مهيئة أن نشوف المنتوج تاعنا ونوصل أن نرقيه سيدي؟ أكيد أكيد، أنا ما اختلفش مع الزملاء، نعم. أنه كل مؤشرات إيجابية. جيد. التحدي الآن هو بالنهوض الحقيقي بالاقتصاد الوطني، تتطلب مرافقة من مختلف الفاعلين، مؤسسات وجمعيات وغيرها، تتطلب مرافقة من مختلف الهيئات الرسمية، وزارات وغيرها، نعم. وتتطلب حتى مرافقة من أسرة الإعلام، لأنه ضروري جدا تسويق الصورة، تسويق الصورة الحقيقية، المؤشرات الإيجابية، نعم. اللي رانا عايشينها حاليا في يتعلق. جيد، وهذا واحد من أهداف هذا البرنامج. شكرا لك سيد زهير مسوي ذكر، أنتم مدير فرع بوزارة التجارة وترقية الصادرات. شكرا لكم. شكرا سيدي جزيلا. شكرا لكم سيد بشير كشرود المدير العام لليقظة الاستراتيجية بوزارة الصناعة. شكرا لكم سيد على الحضور وعلى الإفاضة. أيضا سيد العميد غني بدوي مدير عام مجمع ترقية الصناعات الميكانيكية ممثل وزارة الدفاع الوطني. شكرا لكم سيد، وأترك لكم كلمة ختامية. شكرا جزيلا. يعني بالمناسبة وبهذا المعرض في طبعته 30، وين شفنا المنتوجات العسكرية، نعم. يعني من خارج من المؤسسات العسكرية، قربناه الكثير من المستعمل المدني، نعم. ومن المواطن المدني، في الأبواب مفتوحة للمعرض كذلك قبل يعني انتهاء المدة به يغلق، نعم. فالمنتوج موجود، منتوج مصنوع بأيدي جزائرية في مؤسسات جزائرية بكل نوعية اللي تطابق مع المعايير الدولية. وشكرا. شكرا لكم سيد غني بدوي. بهذا نصل إلى ختام هذه الحصة الخاصة. شكر موصول لكل من ساهم في إنجاحها، من وزارة الدفاع الوطني إلى وزارة الصناعة ووزارة التجارة والترقية الصادرة. تقبلوا تحياتي وتحية الفريق التقني والصحفي العامل معي اليوم، في الإخراج مروان فراح، وفي الإشراف سوسن بن حديد. نلتقي على خير بحول الله. إلى اللقاء.